بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أبارك لكم عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين عامة بكل خير وعافية. في البداية أرحب بالمتحدثين لهذا اللقاء، كل من الدكتور عبد الله العكاس مساعد المشرف العام بفرع جدة، أستاذ المحاسبة المساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية، والدكتور عبد الله الخريف أستاذ إدارة الأعمال المساعد في كلية العلوم الإدارية والمالية. وأرحب أيضا بجميع الحضور الكرام، ويسرنا أن نلتقي بكم في لقائنا هذا والذي سوف نتحدث فيه عن العمل عن بعد والقيادة لتشجيع الإنتاجية والالتزام، والذي يهدف إلى نشر مفهوم القيادة وكيفية العمل عن بعد لتحقيق الاستفادة من التقنية في وقتنا الحاضر في ظل هذه الأزمة. لدينا عدة محاور لهذا اللقاء سوف نتطرق لها مع ضيوفنا الكرام. في بدايتنا أود أن أطرح سؤالا للمتحدثين عن ما مدى الاستفادة من التطبيقات والتقنية للتواصل بين جميع أطراف العمل، فاللي تفضل الدكتور عبد الله العكاس. أحب أشكر الجامعة الممثلة في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات في إعداد مثل هذه اللقاءات، وكل الأخوة الزملاء والزميلات المشاركين في هذا الإعداد أشكرهم، وأشكر على رأسهم الدكتورة شيماء وغيرهم من الأخوان المساعدين في هذا الإعداد. برضو أشكر الدكتور عبد الله الخريف وأشكر أخوي الأستاذ مساعد على الأخلاقهم النبيلة في البداية وعلى حسن إدارتهم إن شاء الله لهذا اللقاء والإجابة على محاور اللقاء إن شاء الله بالكامل. وأشكر برضو الأخوة الحضور اللي أخذوا من وقتهم واستقطعوا من وقتهم لحضور مثل هذه اللقاءات، اللي نتمنى من خلالها إن شاء الله أن نثري بعض محاور أو بعض نقاط استخدام التقنية بشكل عام بشكل كامل أو بشكل عام، وخاصة في ظل الجائحة اللي نحن فيها. بالنسبة للمحور الأول هو استفادتنا من التطبيقات، ودي أخذ النقطة أخذها المحور هذا إلى النقطة قبل بداية الجائحة، وهي اللي كانت الخلاف أو كانت مسائل الخلاف في إنه هل الاستخدام التقنية هي رفاهية أو استخدام التقنية هو إلزام أو واجب علينا. طبعا في ظل هذه الجائحة اللي نحن نمر فيها الحين صار استخدام التقنية لازم وليست رفاهية، صار لازم في من كل الأطراف أنهم يستخدمون هذه التقنية على أساس أنها تمشي أو تستمر أو أنه يبدون ويستمرون في مسارات الأعمال سواء الأعمال الخاصة والعامة. فمثلا قبل 10 سنوات او قبل حتى اكثر من 10 سنوات كان في نقطة نقاش حول انه هل نحن نطبق التقنية بشكل كامل، هل نطبق التقنية بشكل جزئي، مشكلة المقاومة التغيير change resistance، كان في مشاكل كثيرة كانت الناس تاخذ فيها وتعطيها، هل نحن نطبق، الى اي مدى نطبق، كل هذه الأسئلة كانت متاحة. جاءت جائحة كورونا وقفت كل هذه التساؤلات وصارت إلزامية على أساس أنك تكمل أو على أساس أو للرغبة في التكملة في المجال اللي نحن فيه لابد أن نتحول تقني. المسألة ما صارت خيارية، صارت أكثر إلزامية. طبعا واحد من أهم ميزات التقنية أنها تربط أو تسهل التواصل بين إدارات أو قطاعات أو أقسام الشركة، وهذا صار واضح الحين عندنا بشكل كامل، بحيث انه مثلا على سبيل المثال وليس الحصر في التواصل، انه ما تتم عملية البيع الا لما يتم السداد. قبل فترة كانت هذه المسألة وكان ايجاد نقطة اللقاء بين هذه النقطتين ياخذ وقت. على سبيل المثال لما الواحد كان يسدد فاتورة الكهرباء مثلا الين توصل مبلغ السداد هذا الى الشركة تاخذ لها 24 ساعة، اكثر من 24 ساعة، وبناء على هذا التأخير يتم التأخير في الرد من الشركة. طبعا
هذا ما يخلينا ننسى انه في اختلافات، انه هل كل القطاعات تقدر انها تستخدم التقنيه في التواصل، او هل القطاعات، بسؤال اعم شويه، هل كل القطاعات تقدر انها تقوم تواصل؟ مثلا مجال الحلاقه، مثلا اللي في راسي الحين مجال الحلاقه، الى الان لم يتم اختراع حلاق آلي او روبوت للحلاقه. نقدر بهذه المهنه وبهذه العمليه من خلال التقنيه. ف اللي ابغى اوصل له هنا انه اي شيء يمكن استخدامه ويمكن تحوله الى شيء تقني، اول ما يتحول للتقني نقدر نوصله باطراف اخرى. هذه المساله الاولى والمهمه جدا. فالتحول التقني او قابليه هذا النشاط او هذه المهمه انها تتحول تقنيا، هذه مساله مهمه. وزي ما قلت انه في بعض الانشطه، بعض النشاطات صعب التحول، او الى حد الان صعب انها تتحول الى تقني. عشان كذا اللي صار لهم خلال هذه الفتره انهم قفلوا العمل، ما يقدرون يستمرون، مثلا زي مجالات المقاولات وغيرها ما تقدر تستمر، لانه التحول الى التقني لم يصبح حقيقة إلى الآن. خلينا نقول نحددها زي كذا. طيب إذا كان التحول التقني ممكن، مثلا زي عمليات البيع، أول ما كان ممكن أو أول كان يأخذ وقت، الحين أصبح ممكن. فلما تحولت المسألة إلى صارت في إمكانية لاستخدام التقنية، سنقدر أن نحن نوصل أو نتواصل أو نوصل أو نربط الأطراف، الإدارات أو أطراف الأقسام أو قطاعات الشركة من خلال هذه التقنية. فعلى سبيل المثال اليوم مثلا تطبيقات الخدمات الاكل، مثلا العميل يقدم الطلب الكتروني، صاحب المكان او المنشاه اللي المفروض تقدم الخدمه اللي هي مثلا مطعم تقبل الطلب الكتروني ويتم عليه العمل يدوي، هذا شيء ثاني. بعدين تتصل بسائق، مثلا هذا التواصل مع سائق صار الكتروني. طبعا كل هذه العمليات لابد ان تتم مع اتفاق انه البيمنت صارت، تم الدفع لهذه العمليه. ففي ظل هذا التواصل التقني صار في اكثر امكانيه بانه تقوم العمليه بالكامل تقنيا بدون الحاجه الى انه شخص يروح الى مكان ثاني، او بدون حاجه الى انه يصير في حاجه للذهاب او للفيزيكال ووك، للمشي، انه الواحد يمشي يروح لمكان معين. يمكن هذه النقاط اللي كنت احب اوضحها في هذا المحور. شاكر لك دكتور عبد الله على الاجابه الكافيه والوافيه من ناحيه التطبيقات والتقنيه في التواصل بين جميع اطراف العمل. وايضا نود ان نسمع رايك ب هذا السؤال يا دكتورنا عبد الله الخريف، في البدايه عن مدى الاستفاده او من التطبيقات والتقنيه في التواصل في بين جميع اطراف العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اسعد الله مساءكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. واشكر الاستاذ مساعد وزميلي الدكتور عبد الله العكاس، واشكر كل من ساهم في انجاح هذه الندوه، واتمنى يكون خفيفين ونتمنى نكون ان شاء الله في تسهيل نقل المعلومه الصحيحه باذن الله تعالى، ان شاء الله تعالى. فيما يخص في التقنيه او التكنولوجيا، لها اهميه كبيره فيما يتعلق بتسهيل التواصل بين الناس. ساهمت بفاعليه في جعل العالم الكبير الى قريه صغيره، وتحقق ذلك بفضل ما قدمته التكنولوجيا والتقنيه للناس من وسائل وطرق لتعزيز وتسهيل التواصل فيما بينهم. فتنوعت هذه الوسائل اللي تمتد من الهاتف أو من الجهاز الكبير إلى أن وصلنا إلى الهاتف المحمول الصغير، لتصل إلى شبكة الإنترنت وما يرتبط بها من قدرة تواصل الناس مع بعضهم البعض عبر القارات. التقنية وبشكل أساسي التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير إلى الوصول إلى المعلومات واكتسابها، وبالتالي تطوير هذه المعلومات، وهو ما يعد سبباً لوجود ثورة علمية ومعرفية ضخمة ترتبت عليها تسهيل الحياة عموماً للناس من خلال زيادة الاختراعات في شتى المجالات العلمية المختلفة. مثال على ذلك إمداد المصانع بالعديد من الآلات والمعدات المتطورة، بل وحتى إدارتها عن بعد، بل وحتى
تفصيل أداء الصيانة، الطرق الإنتاجية، بل والتحكم فيها عن بعد. ساعدتها توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية، ذلك عن طريق تسهيل عملية الإنتاج في المصانع وجعلها ذات وقت وجهد أقل. طبعاً والأساس من الاستفادة من التقنية هو تقليل تكلفة التشغيل لأصحاب أرباب العمل وبالذات الصغيرة المتوسطة. لا ننسى كذلك التقنية والتكنولوجيا ساهمت بشكل كبير كذلك بحل مشكلات بشرية مختلفة، وخاصة في الوقت الراهن اللي حنا نعيشه الآن من أحداث كورونا. أسأل العظيم رب العالمين يكفي الغم إن شاء الله عما قريب بإذن الله تعالى. ساعدت كثير بل وأصبحت لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء المتعلم أو غير المتعلم أو بل حتى الشخص الكبير الذي لا يستطيع استخدام التقنية. الآن أصبح يستطيع وبأقل شيء 50% أن يستخدم هذه التقنية. طبعا صارت الحالة فيها تغيير سريع مرتبطة بكم من المعلومات الموجودة، فكانت سبب رئيسي في تسهيل الاتصال بين الناس، ساعدت على توفير وسائل نقل مختلفة بل وطرح أساليب كثيرة. مثال أساليب زراعية جديدة، أساليب إنتاجية جديدة، أساليب التوصيل أو السبلاي تشين جديدة. لها إيجابيات أكثر مما كونها سلبيات. هذه من بعض الأشياء التي ساهمت فيها التقنية حتى الآن. لها أهمية تكنولوجيا كثيرة، توفر العديد من التكنولوجيا، العديد من الآليات التي تساهم في رفع كفاءة العمل والإنتاجية المنوطة بها، إلى جانب تسريع عملية العمل وتسهيلها. هذا تقريبا بشكل مختصر جواب لسؤالك أستاذ مساعد. شاكر لك دكتور عبد الله على هذه الإجابة الكافية والوافية. ننتقل الآن إلى سؤالنا الثاني لهذا اللقاء، وهو للدكتور عبد الله العكاز. دكتور عبد الله، ما هو رأيك عن كيفية أن تتم الاستفادة من التقنية في قياس فعالية وكفاءة العمل لدينا؟ دكتور عبد الله. إيه هلا، معليش بس قطع عند الإنترنت شوية. بعيد سؤالي مرة أخرى دكتور عبد الله، بخصوص هو عن كيفية ما أو كيف يتم الاستفادة من التقنية في قياس فعالية وكفاءة العمل لدينا. تفضل. سؤال جدا مهم، وتطرق له قبل شوي الدكتور عبد الله بنقطة جدا مهمة. طبعا الكفاءة والفعالية من أهم المؤشرات القياس لها المقاييس المالية، وهنا نبغى ندخل شوي في مسألة التكلفة وزيادة التكلفة وقلة التكلفة والأشياء اللي تؤثر في هذه المسألة. لما نجي احنا نستخدم التقنية مو معناها الاستغناء الكامل عن القوة البشرية، طبعا ندخل في مجالات الإحلال الإلكتروني بدل البشري او شيء زي كذا، لا، نتكلم انه الشخص الواحد او العملية الواحدة ممكن تاخذ اكثر من شخص، بينما بالتقنية ممكن شخص واحد او ممكن جهاز واحد او موقع واحد يقوم بهذه العمليات كلها. فالكفاءة والفعالية نقدر أو استخدامنا للتقنية راح يزيد عندنا الكفاءة والفعالية. فمثلا من ناحية قلة التكاليف، تكلفة الموقع مثلا وصيانته أو ربط الموقع بمواقع أخرى أقل من تكلفة الأشخاص، فهي نوع من أنواع تقليل التكلفة واللي راح يأثر على كفاءة وفعالية. الجزء الثاني اللي ودي أتكلم فيه غير النقطة المالية اللي هي الجودة، جودة المنتج، أو خلني من جودة المنتج اللي هي أقصد إنجاز العمل. إنجاز العمل اللي هو برضو يقاس بالكفاءة أو من مقاييس الكفاءة والفعالية أصبح أكثر
أو في حالات المفروض تكون باستخدام التقنية أفضل من الاستخدام البشري. فممكن مثلا هذا من الأشطار الجيم عملية مثلا زي المثال السابق اللي تكلمنا عليه في التوصيل الأكل، فممكن أنه يصير التوصيل وقت أقل من السابق من حيث بداية الطلب واختيار نوعية الطلب، في الأخير توفير الطلب وتوصيل. طبعا نحن ما نتكلم على الجائحة هي الحين لأنه صار الضغط أكثر من الطبيعي، فممكن أنه يصير بعض المشاكل اللي تواجه هذه التقنيات في أنها ما تقوم بالشكل الكفو أو الشكل الفعال. لكن في الوضع الطبيعي المفروض أنه لما نستخدم التقنية راح يقلل علينا أشياء كثيرة، سواء من الوقت، الجهد، العمل، التكلفة، وأشياء كثيرة ممكن نستخدمها في مقياس أو في قياس الكفاءة والفعالية. هذا اللي كان ودي أني أضيفه في هذا المسألة. شاكر لك يا دكتور على هذه الإضافة الجميلة دكتور عبد الله عكاز. الآن أنتقل إلى الدكتور عبد الله خيب، وأود أن أسمع رأيك في عن مدى الاستفادة من التقنية أيضا في قياس فعالية وكفاءة العمل. تفضل يا دكتور عبد الله خيب. نعم، مثل ما ذكر الدكتور عبد الله عكاز، يعني أنا تطرق لنقاط كثيرة صراحة. من ضمن هذه النقاط يعني البرامج الموجودة حاليا كيفية الاستفادة، مثل برامج الحوسبة أو الحاسوبية التي تساعد على تحقيق الدقة في المعلومات، وبالذات المعلومات الإنتاجية، المعلومات التسويقية، المعلومات المالية. هذه كلها معلومات تعتبر من أساسيات أو منها يقوم منها اتخاذ القرار السريع. بالإضافة إلى التكنولوجيا أو التقنية، وهذا أعتقد هو الأساس، التقنية حاليا وما تقدمه درجة عالية من التنافس بين الشركات، وهي نقطة أعتقد الآن أصبحت أساسية في جميع المؤسسات. خلنا نتطرق أو أقسم كلامي إلى شقين، شق العملي والشق التعليمي. من ناحية العملي أو التجاري، الآن بدأ التنافس ينمو من الشركات ببناء قاعدة تقنية داخل جميع المنشآت، مهما كانت هذه نوعية الشركة، سواء شركات خدماتية، سواء شركات صناعية. وأصبحت الشركات والمؤسسات تتنافس على وجود قسم مختص في إدارة التكنولوجيا، وتقدم العديد من الآليات المساعدة على ذلك، والتي من ضمنها التسويق، البيع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الرجيع وكيفية أخذ المنتجات من العملاء. لا تنسى أنه سهلت كثيرا التواصل ما بين الموظفين. لما أقصد أتكلم ما بين الموظفين، ليس فقط الموظفين داخل المنشأة، حتى كذلك خارج المنشأة، كالإستشارات العلمية، الاستشارات التقنية، بل حتى الآن وأنت في منشأتك الآن، بعض الأجهزة ممكن تشبكها في التقنية، يقوم المصمم أو المصنع أو يسويها تحليل للصيانة وهو في بلد آخر، وهذا موجود حاليا. من ناحية التعليمية كذلك، التنافسية فيها يشكل من ضمنها طرق يمكن بها التقنية أن تؤثر بشكل فعال في كيفية تصميم المعلم وإنشاء المواد التعليمية. هذا مثال بسيط، الاهتمام والدفع من خلال استخدام التقنية، تحسين التقنية التعليمية الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد دكتور عبد الله كيس ذكر نقاط كثيرة، حبيت فقط أضيف هذه النقاط. تفضل أستاذ. شاكر لك أيضا دكتور عبد الله على هذه الإضافة. أيضا أود أن أنوه نقطة لجميع الحضور، في نهاية اللقاء إن شاء الله راح يكون فيه جلسة نقاش مع ضيوفنا والمتحدثين لهذا اللقاء، راح يكون نخصص وقت إن شاء الله في نهاية اللقاء للحصول على جميع الاستفسارات والإجابة عليها بإذن الله من قبل المتحدثين. أنتقل لسؤالي الآخر إلى الدكتور عبد الله العكاس. دكتور عبد الله العكاس، ما هو أيضا عندنا الآن، ننتقل إلى جانب اللي هو الإنتاجية وجانب الجودة وجانب أيضا الالتزام.
أحب أن أعرف ما هو أثر استخدام التقنية في ضمان الجودة والإنتاجية والالتزام وأيضا الرقابة في العمل، يعني جميع هذه الأدوات ما هو أثر استخدام من خلال استخدامنا لهذه التقنية وأيضا ضمان الحصول على أفضل نتائج لكل من الإنتاجية والجودة والالتزام والرقابة طبعا في العمل. تفضل دكتور. طيب ذكرت أربع مواضيع كل واحد أهم من الثاني. راح أبدأ أول شيء بالإنتاجية. الإنتاجية طبعا في برضو راح نتكلم في شقين، شق التقنية بشكل عام وشق التقنية في ظل هذه الجائحة اللي نحن نمر فيها. طبعا الفكرة الإنتاجية وزيادة الإنتاجية استخدام التقنية في زيادة الإنتاجية هذه جدا فكرة جيدة وجدا مفيدة، لأنه الحجم، المقاييس، العدد، نتكلم على الإنتاجية اختلفت أو باستخدام التقنية اختلفت كثير في ظل جائحة كورونا. الإنتاجية أو استخدامنا للتقنية ما في بعض الأماكن وبعض الحالات ما وقفت إنتاجية هذه الأماكن بسبب استخدامهم للتقنية. أول مثال اللي نحن قاعدين فيه الحين اللقاء هذا، لو لا عدم وجود التقنية ما كان صار في هذا اللقاء، لأن اللقاءات المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات المفروض أن تكون في قاعة ويكون في جمهور ويكون في ناس تستمع. الحين نحن عندنا قاعة وجمهور وناس تستمع وكل واحد مننا في مكان ونستخدم التقنية. ففكرة الإنتاجية أو فكرة استخدام التقنية في الإنتاجية فكرة جدا مميزة ومهمة، وهذا اللي كان الناس تراهن فيه لما ذكرت في البداية على المسألة التاريخية أنه مقاومة التغيير وأن الناس تقول إلى أي مدى نطبق التقنية. فهي هذا كان رهانهم أنه نحن باستخدامنا للتقنية ممكن نضيف أو ممكن نتعطي ميزة إضافية للمجال اللي نحن فيه بأن نحن نستخدم التقنية. برضو مثال ثاني، الجامعة السعودية الإلكترونية بكبر الجامعة فكرة استخدامها للتقنية سهل على طلاب الجامعة في أنهم يستمرون في الدراسة. فمثلا لو أنا طالب وما عندي الإمكانية للحضور بشكل كامل خلاص انتهى الموضوع، ما في وسيلة أو طريقة أخرى. لكن الجامعة السعودية الإلكترونية استخدمت التقنية لإيجاد هذه الفرصة. برضو الميزة في التقنية أنها تساعدنا بقياس بشكل دقيق أو بشكل مفصل لقياس هذه الإنتاجية. على سبيل المثال لقاءنا هذا المفروض الإخوان بعدين في وكالة شؤون الطالبات راح يرجعون للتسجيل يشوفون عدد الحضور يشوفون فيقدرون يقيسون مدى تأثير أو مدى العمل اللي نحن سوينا. فهذه التقنية ساعدت في قياس الإنتاجية وهذه مسألة جدا مهمة، لأنه قياس الإنتاجية راح يساعدنا في النقطة الثانية اللي هي الجودة. الجودة أن نحن نوصل أو نحرص أن نحن نقدم أعلى جودة ممكنة بأقل تكلفة. هذا الكلام الإداري أو الكلام المتعارف عليه أن نقدم أعلى جودة بأقل تكلفة ممكنة. فهنا حين قدرنا نحن نقيس الجودة قدرنا نتحكم في أساليب أو في معايير أو في فاكتورز عوامل المالية في التكلفة، نقلل التكلفة نزيد التكلفة والأشياء هذه، فنقدر نتحكم في الجودة أو مستوى الجودة اللي نحن نقدمه. نرجع لمثال اللقاء، فمثلا لو نحن نبغى نسوي لقاء زي كذا لكن ما عندنا التقنية ومكاننا مثلا في مدينة صغيرة مثلا في أي مكان مثلا ما أبغى أحدد مدينة صغيرة، في المدينة الصغيرة هذه ممكن ما في مثلا ناس متخصصين في هذه المسألة، فخلاص المدينة هذه حرمت من معلومات عن هذا الموضوع لأنه ما في ناس متخصصين في هذا الموضوع في هذه المدينة. بينما الحين لا، أنا أقدر أوصل هذه المعلومات الخاصة من أشخاص متخصصين لهذه المدينة الصغيرة باستخدام التقنية. فأنا فعلياً رفعت جودة بعض الأشياء باستخدام التقنية. فزي ما تفضل الدكتور عبد الله قبل شوية متكلم على جودة التعليم، فالحين ارتفعت جودة التعليم. ليش؟ لأن أو من اللقاء هذا ارتفعت جودة المحتوى، لأننا قدرنا نحن نجيب
يعني مثلا انا من جده والدكتور من الرياض ومساعد من الرياض، فقدرنا نحن الثلاثه كل واحد متخصص في جهه نتكلم في هذا اللقاء. فهذه مساله جدا مهمه. المساله الثانيه في الجوده اللي هي تقليل نسبه الخطا. تقليل نسبه الخطا او استخدامنا للتقنيه في تقليل نسبه الخطا هذا جدا مهم، لانه ارتفاع الجوده تقريبا نقدر نخليها معادله بسيطه كذا، ارتفاع الجوده تعني تقليل نسبه الخطا. كيف نقدر نقيس؟ نقدر نقيس بالادوات التقنيه. هذا راح يعطينا او راح يودينا للعنصر الثالث اللي ذكرته، الالتزام. الالتزام او ما بتعريف بسيط، انه هل الموظف قام بعمله على الشكل الامثل او لا. هنا انا كيف اقدر اقيس انه هل الموظف قام بعمله بالشكل الدقيق او لا؟ من خلال او نحن بخلال استخدامنا للتقنيه نقدر نقول والله الموظف اي اخذ الطلب من العميل الساعه 5:15، المفروض انه الموظف هذا يقضي مثلا 3 دقائق لاتمام الطلب، فنشوف متى بدا الطلب ومتى انتهى الطلب. فهنا نشوف مدى التزام الموظف، مدى التزام العامل في تأدية العمل المكلف خلال هذه الفترة المتاحة له. برضو هذا يرجعنا او يوصلنا للعامل الاخير اللي هو الرقابة. انا لما اجي ويكون عندي داتابيس، يكون عندي قاعدة بيانات توضح لي كم الاشخاص اخذوا وقت على هذه العمليات، انا اقدر اشوف انه والله هل تمت هذه العمليات في الوقت المناسب لها، هل اخذوا اكثر من اللازم، ايش اسباب اخذهم اكثر من اللازم، ممكن يكون في اسباب جوهرية تحتاج ان نعدل النظام او غيره. كل هذه الأسئلة بتساعدني في أني أرجع مرة ثانية للجودة وأشوف وين المشكلة اللي كانت عندي اللي خففت أو نقصت من مستوى الجودة على أساس أرجع أني أرجع أزيدها مرة ثانية. فمسألة التعامل أو الاستخدام التقنية في ضمان هذه الأشياء جدا مهمة وعامل جدا أساسي. وهذا زي ما قلت لكم في البداية أنه هذا الرد أو كان هذا من الأشياء القوية اللي كانت في يد الأشخاص اللي كانوا يطالبون باستخدام التقنية. مسألة الرقابة من المسائل اللي جدا مهمة بحكم تخصصي طبعا. الرقابة على الأشياء طبعا هي مو معناها المراقبة، هي في مراقبة منها، لكن أقصد مو إنه يعني واحد يكون فوق رأسه شخص ثاني يراقبه، لا، هو إنه كيف يتم العمل من غير أخطاء، سواء كانت أخطاء بقصد أو بدون قصد. بقصد اللي هي تكون مثلا زي السرقة وغيره، أو بدون قصد مثلا زي الأخطاء الطبيعية، الحوادث الطبيعية، مثلا جاء مطر في هذاك اليوم أخر السائق التوصيل ربع ساعة، هذا خطأ طبيعي ما يقدرون يسوون فيه شيء ثاني. طبعا في حلول له، بس انه اقصد انه خارج عن سيطرة الشخص. فلما تيجي عندي في الرقابة انا اشوف هل الخطأ هذا مثلا الموظف اللي تأخر عن العملية هذه ربع ساعة اكثر من الوقت اللازم، ايش السبب التأخر هذا؟ هنا ممكن يعني ممكن ان تصير هذه المراقبة على او هذه الرقابة على الأداء الأعمال تصير أكثر فعالية. ونأخذ حتى لو أخذناه من الجانب الثاني، من جانب الموظف نفسه، لما الموظف يشعر أو يكون عنده شعور أنه عمله مراقب، أنه في ناس تقيس عليه كم متى استلم الموضوع متى سلم الموضوع، هذا الموضوع جدا مهم، لأنه يخلي أو يزيد الالتزام عند الموظف نفسه. فهو من الجهتين مفيد، سواء كان من جهة المراقب نفسه أو من جهة الشخص الآخر. برضو من الأشياء اللي مهمة جدا اللي هي اللي ممكن نقدر نقول ضمان استلام المقابل أو ضمان الفلوس. هذه من الأشياء اللي كانت جدا يعني مقلقة للشركات. كيف أنا أقدم خدمة بينما أنا ماني متأكد إنه فلوسي ما وصلت عندي ولا ما وصلت. استخدامنا للتقنية واستخدام
الوسائل التقنية المناسبة اللي تربط بين مثلاً البنك وبين الشركة. على سبيل المثال ولا الحصر يعني أمثلة كثيرة اللي هي مثلاً شركة سما. شركة سما طبعاً هي الكريدت هيستوري والكريدت إيفاليويتر، تربط بين الشركة وبين البنك. فمثلاً زي ما قلت لكم مثال شركة الكهرباء، لو تدفع فاتورة شركة الكهرباء اليوم التأثير العملية هذه يبين عند الشركة تقريبا بعد 24 ساعة. شركة سما خلت في ربط بين البنك وبين الشركة بحيث أنه تأثير العملية يأخذ 20 ثانية. فإذا صارت العملية أو تأثير العملية يبين عندي 20 ثانية، معناها أنه أنا أقدر أخذ أكشن أسرع من اللي كنت أخذه في السابق. أول كنت أخذ 24 ساعة، الحين أقدر أخذ هذا الأكشن أو أكثر ردة الفعل في دقيقة أو دقيقتين حد أقصى. فمثلا لو جاء شخص انفصلت عليه الكهرباء وراح سدد، ما يحتاج أنه يروح للشركة يقول لهم تراني أنا سددت وشوفوا الإيصال لأنه الفلوس ما راح تجيكم إلا بكرة، لا خلاص السداد راح يوصل مباشرة للشركة، والشركة المفروض القسم المالي اللي فيها راح يرسل بلاغ أو يرسل رسالة للمسؤول عن الفصل وإعادة التيار في الشركة في الشركة عشان يرجعوا له التيار بدون التأخير في العملية. وفي نفس الوقت نحن ضمننا الفلوس. هذه اللي كانت مسألة مهمة جدا. بنرجع المثال التوصيل الطلبات، لو جاء عميل وطلب مثلا أكل معين من شركة معينة، فلما راحت الشركة أو راح الموصل إلى بيت العميل قال له العميل والله أنا ما عندي فلوس الحين، إيش الحل لهذه المسألة؟ هذه كانت مسألة مهمة. طبعا الحين ما أتكلم على الجانب النظامي للموضوع، لأنه أظن جات فترة تم أو أقر عدم استخدام النقود لأنها ممكن تكون ناقل للعدوى. طبعا في مسائل كثيرة، أنا أكتفي بهذا القدر وشكرا لك أخ سالم. سالم شاكر لك دكتور عبد الله العكاس. فعلا التقنيه تساعد جدا على قياس الجوده والانتاجيه، وايضا جميع او مؤشرات كثيره تساعد على قياس او ايضا جمع البيانات وعمل قاعده بيانات، وايضا توضيح الفرق بين الرقابه والمراقبه ايضا من خلال العمل. الان انتقل الى الدكتور عبد الله الخيف، ونود توضيح من عن استخدام ايضا التقنيه في عمليه الجوده والانتاجيه وايضا الالتزام والرقابه في العمل. تفضل دكتور. نعم، مثل ما ذكر الدكتور عبد العكاس ذكر على انه فعلا الانتاجيه والجوده والالتزام والرقابه هذه جميعها كل واحده موضوع ولها اساسياتها ولها معاييرها الخاصه. لكن في السابق كانت في معايير كثيره وخطوات كثيره للإنتاجية والجودة، وعلى سبيل المثال الحصر مقياس الكفاءة، يوضع معايير الأداء والكفاءة لتوفير وسيلة عملية تساعد على تقييم العاملين أو المنتجات أو الأنشطة. المعايير الإدارية يختص هذا غالبا نوع مثل التقارير الشهرية وبلائحة الشركة وبجميع التقييمات، سواء كان الأداء العام الأداء الإداري أو الأداء العمالي. يهتم غالبا هذه النوعية دائما بالأداء المطلوب لإنجاز المهام الموكلة للعامل. معايير التقنية هذه النوعية تهتم دائما في غرض العمل وكيفية تنفيذه، وتنفيذ هذه النوعية أيضا على سبيل الإنتاج أو الإنتاج الخدماتية أو الإنتاج الخدماتية أو العمليات والسلع المصنعة، وكذلك الأداء الفعلي للعاملين. الأداء الفعلي للعاملين يجب متابعة العاملين كيف يقوم العامل بأداء عمله، بالإضافة إلى المقارنات، مقارنة الأداء، المتابعة المستمرة للأداء بحيث يكون في مراقبة دائمة وتقييم أو مقارنة الإنتاجية جودة. وكذلك في مثلا الأداء المنحرف غالبا يستخدم في التحسين المستمر أو المقاييس المحددة لتحديد طريقة تحسين الأداء. هذا كان تقريبا الغالب المستخدم في جميع الشركات. الآن ومن خلال التقنية في ضغطة زر تطلع تقرير كامل ومفصل عن جميع أداء العاملين الشركة من المدير حتى أقل واحد في العمل.
تقرير واحد بسيط يلخص عملية الإنتاجية لديك، بل ليس فقط ذلك، عملية الإنتاجية والجداول الموجودة، سواء الصيانة، سواء الإنتاجية، سواء المخزون، سواء التقارير المالية. جميع هذه الأشياء الآن من خلال التقنية. التقنية ساهمت وباختصار من خلال المعايير الإنتاجية والمعايير الجودة والالتزام والرقابة على اتخاذ القرار السريع، وهذا أدى إلى التنافسية العائلة العالية كما سبقنا وذكرنا هذا الموضوع. الشركات عندما يكون فيها اتخاذ قرار سريع يكون فيها الأداء العمل أعلى. هذا أدى إلى كذلك إلى سواء بصفة مباشرة وغير مباشرة إلى الرقابة في العمل، بحيث أنه إذا كان هناك إنتاجية عالية يكون الرقابة على العاملين من خلال الإنتاجية ومن خلال استخدام التقنية. وخلال ساعة ممكن تعرف من الذي يقوم بالعمل أو لا يقوم بالعمل. أنا ودي اختصرت هالكلام هذا للدكتور، ما شاء الله ذكر أشياء كثيرة في هذا القدر. تفضل أستاذ مساعد. شاكر لك دكتور عبد الله خيب. الآن ننتقل لدكتور عبد الله العكاس، وعن توضيح ما هي أوجه الاستفادة من التقنية في التغذية الراجعة أو خدمات ما بعد البيع. تفضل. التغذية الراجعة والفيدباك وخدمات ما بعد البيع من الميزة النسبية عند الشركات. لو تذكرون شركة مثلا أبل، كان واحد من أهم المميزات فيها أنه لما الواحد يودي جهاز الخربان يبدلوا له جهاز ثاني ويعطونا ريفرش بك موبايل، وهذا كانت ميزة خرافية عند أبل. ففكرة خدمات ما بعد البيع هذه جدا مهمة. التقنية تساعد في أنه العميل، أنه صوت العميل يوصل للشركة، والشركة تتفاعل مع العميل بشكل سريع جدا. هذه ما كانت موجودة أول. ومن خلال هذه خدمات ما بعد البيع تيجي فكرة الفيدباك أو التغذية الراجعة. فهذا يصب في العامل السابق، اللي لو كانت مثلا الجودة ناقصة فيجي العميل يقول والله مثلا أنا استلمت الطلب غير جيد، فيأخذون هذه المعلومة إلى قسم الجودة، المفروض قسم الجودة يتفاعل معها بحيث أنها تصير أكثر جودة في المرحلة المقبلة أو المرحلة القادمة. فهذه مسألة جدا مهمة في التقنية، أنه ترجع للسؤال الأول برضو، كيف تواصل بين الأطراف. فالحين العميل والشركة صار التواصل بينهم جدا سهل، اللي خلى من سهولة التواصل أنه يقدر يأخذ الفيدباك. تمام دكتور عبد الله. نعم، اعتقد دكتور عبد الله ذكر نقاط كثيرة مهمة صراحة. اصبحت عملية جمع التغذية الراجعة او ما يسمى الفيدباك من العملاء في ايامنا هذه من المسلمات، ومن حيث الشركات كثيرة، بل مشاريع تجارية عملاقة حول العالم الان تنفق الملايين لانشاء فقط قنوات متعددة لاستطلاع الرأي او عن باستخدام التقنية عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق السيرفي، المراجعات او التقييمات. ومن هذه الاشياء يندهش اصحاب المشاريع من استخدام التقنية، بحيث انه تأتي المعلومات او الفيدباك من جميع الكوستمر، يعتمد عليه اتخاذ قرار اما بتغيير المنتج، اما بزيادة المنتج، او حتى ممكن يصل اتخاذ قرار بوقف المنتج نفسه فقط باستخدام التقنية. هناك عدة استخدامات كثيرة، استبيانات، بل حتى اختبار المستخدمين عن طريق التقنية. أعتقد دكتور عبد الله ذكر جميع النقاط، فقط حبيت أن أذكر النقاط البسيطة. تفضل أستاذ سعد. شاكر لك دكتور عبد الله على اختصار وتوضيح هذه النقاط. الدكتور عبد الله عكاس عندنا سؤال آخر عن ما هو أثر العمل عن بعد على الرقابة في القطاع الخاص في محورنا، يعني إنه يكون عن نتحدث عن الرقابة بالذات في القطاع الخاص.
موضوع جدا مهم وشيق جدا. فكرة الرقابة زي ما تكلمت قبل شوية، الرقابة والقطاع الخاص بالتحديد. طبعا فلسفة القطاع الخاص أو فلسفة أنه أنا شخص عندي فلوس أبغى أشغل فلوسي، فإيش اللي يحتاج أني أسويه؟ أبغى أضمن أنه هذه الفلوس لا يتم العبث بها، سواء كان بشكل زي ما تفضل زي ما قلت قبل شويه الشكل بالخطا اللي هو الخطا العادي البشري او اي خطا اي نوع من الانواع، او سواء كان بشكل متعمد بان واحد يجي ويسرق الفلوس. واحد من اهم الامثله ومن اهم الصور اللي تبين نقدر نقول تقلص مخاطر الفساد المالي او السرقات الماليه اللي هي الدفع الالكتروني. فكان عندي أنا أول أنه يجي العميل يدفع للموظف مباشرة، والموظف هذا يعني أنه يروح يودعها في البنك أو أنه يجمعهم لآخر اليوم أو بأي طريقة كانت. الحين لا، صار العميل يدفع إلكتروني بحيث أنه الموظف ما يستلم فلوس نقدية، ما يستلم كاش، تدخل دائرك في حساب الشركة. الخطوة هذه وتقليص وجود الموظف في عملية البيع هذه سبب أشياء كثيرة، أو من مميزاتها أشياء كثيرة زي ما قلت لكم، اللي هي أنه ما يصير فيه سرقات أو فيه اختلاس من الفلوس المباشر، يعني الاختلاس المباشر من الفلوس. هذه واحد من أهم الأشياء اللي ممكن تلعب فيها التقنية في الحفاظ على مال أموال الشركة وأموال أصحاب الشركة. الشغلة الثانية في الرقابة أنه هل العمال يقوم بشغلهم بالشكل الأمثل أو لا؟ طبعا نتكلم بشكل عام، موظفين بشكل عام، هل هم يقومون بشكل الأمثل أو لا؟ طبعا برضو أرجع لنقطة أنه اختلاف نوعية العمل واختلاف المجال مهمة جدا. يعني في مجالات صعبة التقنية أن تسويها، لكن ممكن أن تصير مساعد فيها، وفي مجالات ممكن ان التقنيه تحل مكانها بالكامل، يعني انه يصير العمل عن بعد. على سبيل المثال تويتر قبل فتره اعلنوا انه راح يستمرون بالعمل عن بعد، فالاشخاص اللي يبغون يشتغلون من بيوتهم يقدرون بحكم المجال اللي صار. طب انا كيف اضمن انه العامل او الموظف اللي يشتغل في تويتر في بيته قاعد يشتغل بالشكل المثالي؟ هنا باستخدام التقنية، فأقدر أشوف مثلاً متى سوى لوج إن، متى دخل على الموقع، متى سوى لوج آوت، كم عملية سوى، كم عملية أدى. هذه الأشياء أو هذه المقاييس أقدر أقيس فيها العمل، اللي من خلالها أقدر أراقب العمل. طبعاً في مجالات كثيرة بس أنا أكتفي عند هذا الحد. شاكر لك دكتور عبد الله عكاس. أيضا عندنا دكتور عبد الله الخريف، بدي أن أسأل عن أيضا أثر العمل عن بعد كمنظور أيضا تقني أو أيضا غير تقني في العمل لدى القطاع الخاص. نعم، كما ذكر الدكتور عبد الله العكاس، في الحقيقة جميع الوظائف لا بد من متابعتها والتأكد من أن يتم تطبيقها باستمرار، والتأكد من ذلك عن طريق إما المراقب المتعهد عليه حيث مراقبة العاملين والموظفين والإداريين في أنهم أتموا جميع واجباتهم على أكمل وجه، هذا المتعارف عليه. التقنية أصبحت الآن أكثر صرامة من حيث تقييم، حتى ليس فقط أداء العمل بل حتى تقييم أداء وواجبات الموظف. الآن جميع البرامج المحوسبة الجديدة يتم تقييمها حتى في دخول الموظف وخروجه. أصبح طريقة مراقبة أعلى كفاءة وأقل مجهود باستخدام التقنية، بل حتى الموظف أصبح أقل ازدواجية ما بين الأعمال الورقية والتقنية، بحيث الآن جميع الأعمال تقريبا أصبحت تقنية، بل حتى ساهمت كثير. مثال، أنا أعطي مثال بسيط في الإنتاجية، كان في السابق يعني عمليات حسابية كثيرة حتى يتم اتخاذ القرار، الآن بعملية حسابية بسيطة يتخذ القرار في أقل من 5 دقائق. المراقبة تدخل في هذه، أنه جميع الموظفين سواء داخل المنشأة أو حتى خارج المنشأة باستخدام التقنية
من خلال أداء عملي يتم تقييمه، بل حتى من خلال الكم العمل الذي يقدمه فيه خلال الساعة أو خلال الست ساعات، بل حتى في خلال الدقائق. الآن في هذه المرحلة هذه أصبحت الرقابة من وجهة نظري ليست أهميتها مثل أهمية الإنتاجية للموظف، حيث أن الرقابة قد يكون بفترة معينة، ولكن عندما يكون في إنتاجية من الموظف هذا أكثر طلبا أو مطلوبا من الموظف في المنشآت الحديثة. فبالنسبة للمراقبة التقنية ساهمت وبشكل أساسي، بل وبشكل أقل جهد للموظفين الإداريين المتخصصين في الرقابة، إلى أنه أصبح الموضوع الآن أسهل بكثير من السابق. الآن صح، الآن السؤال ليس فقط في الرقابة، الآن السؤال تعدى مرحلة الرقابة إلى الإنتاجية. تقريبا هذا اللي عندي تقريبا أستاذ مساعد، تفضل. شاكر لك دكتور. أيضا فعلا هي كانت مرحلة انتقال بداية من العمل الورقي المعتاد لدينا إلى مرحلة الأمور التقنية والمعاملات الإلكترونية وإلى آخر. عندي سؤال الآن، لكن راح أتركه في البداية للجموع أو للحضور. سؤال الحضور، طبعا راح استخدم تقنية معينة أو استبانة هنا لمدى تحديد أو معرفة يعني إجاباتكم عن طريق هذا السؤال. راح تهدون إن شاء الله ظاهرة معكم، فقط نحتاج بالإجابة نعم أم لا. بعد مرورنا، أبدأ أذكر السؤال الآن، بعد مرورنا بهذه الجائحة هل سوف تؤثر على أسلوب العمل في المستقبل؟ أوجه سؤالي هذا لجميع الحضور في البداية، وأيضا راح يتم مناقشة هذا السؤال من قبل الحضور. متبقي تقريبا 25 من الحضور المشاركين، نتمنى يعني تكون الجميع يشارك بهذه الاستفادة. طبعا يعني لاحظت انه كان موجود الكثير شارك بإجابة نعم من الحضور، والنسبة الأكبر كانت تجيب بإجابة نعم. ودي الآن بحكم انتهينا من السؤال لدى الحضور ننتقل إلى السؤال لدى أو لنلاحظ رأي المتحدثين بهذا السؤال. أبدأ بالدكتور عبد الله العكاس، ما هو رأيك يعني بعد يعني خلينا نقول بعد مرورنا بهذا الجهة، ما هو رأيك هل فعلا سوف تؤثر على أسلوب العمل في المستقبل؟ نعم أم لا؟ أيضا بحكم تخصصكم أو مجال عملكم تخصص المحاسبة. تفضل دكتور. طيب شكرا. أول شيء أنا أوافق مع الحضور في أنه راح تأثر، لا شك أنه راح تأثر، بس عندي نقطة أنه مستوى التأثير راح يختلف باختلاف طبيعة العمل، زي ما قلت أنه المجال ونوعية العمل هي اللي هل هي سهلة أنه يصير فيه استبدال لهذه العمل اليدوي للعمل التقني أو لا، هنا اللي ممكن يكون فيها اختلاف، لكن بلا شك راح يأثر عليها بالمستقبل. أما بخصوص المحاسبة، طبعاً في أبغى أفرق بين شغلتين، شغلة العلم وشغلة الممارسة. العلم أو تعلم أساليب المحاسبة لابد أن يكون بالطرق البدائية مع أخذ نظرة عنها في الطرق المستقبلية، زيها زي أي أغلب المسائل العلمية. على سبيل المثال الرياضيات، أنت ما تقدر تروح تستخدم الآلة الحاسبة مباشرة، لازم تعرف 1+1=2 في الأول، على أساس لما تستخدم الآلة الحاسبة يكون تعرف كيف تستخدمها وش تستخدمها. فهنا من الجانب العلمي، يعني حتى لو صار التطبيق تقني 100% لابد أن احنا نتعلم في البداية كيف الأداء، كيف توصيل هذه المعلومة أو كيف الوصول لهذه المعلومة، بعدين ننتقل للجانب أما في مجال العمل ف لابد، وصارت المسألة زي ما أقول لا هي رفاهية، صارت إلزامية. أغلب الأماكن وأغلب الجهات
لابد ان او صارت ملزمه انها تتعامل بالتكنولوجيا. عشان كذا حتى نحن في اسلوب عملنا وفي عملياتنا كمحاسبين لابد ان نتعرف على التقنيه. طبعا نحن عندنا جزء معين لانه البرامج المحاسبيه اخذت دور كبير، لكن برضو لابد ان احنا ننتقل خطوه اكثر انه كيف نتعامل في المحاسبه مع هذا العمل عن بعد. فمثلا بدل ما كانت العاده اني انا استلم على سبيل المثال الفاتوره واسوي عليها القيد اليوميه سواء كان باستخدام البرنامج او اليدوي، الحين كيف اني انا اعرف انه وصل المبلغ للبنك بناء على هذه العمليه الالكترونيه، اسوي عمليه الكترونيه مصاحبه. فاتوقع انه المجال او الفكره في ان راح تتغير، هذه صارت فكره اكيده والزاميه. وبرضه التطورات التقنيه، يعني نحن صرنا مجبرين ونحن مصاحبين الحين مع التطور التقني في مفهوم زي مفهوم البلوك تشين او سلسله او سلسله البلوكات او شيء زي كذا. هذه المفاهيم من المفاهيم المهمه في التقنيه او التقنيه، لكن بتخليها اسرع من قبل. هذا اللي حبيت اضيفه. شاكر لك دكتور عبد الله. ايضا عندنا دكتور عبد الله خريف، ودي ان ايضا اسمع رايك عن هل هي نعم فعلا ام لا بناحيه تؤثر على اسلوب العمل في المستقبل، وايضا بحكم تخصصكم او مجالكم العمل في تخصص اداره الاعمال، ما هي المهارات، نقول المهارات الاداريه المطلوبه لجوده العمل في المستقبل، وكيف لنا ان ندير أيضاً الاجتماعات وفرق العمل عن بعد؟ نعم أستاذ مساعد، أعتقد أنه راح يتغير بشكل جذري من ناحية، سواء أنا أتكلم مثلاً تخصص في إدارة العمليات أو مثلاً في التصنيع عموماً، راح يغير في شكل كثير جداً من ناحية صناعية، من ناحية الخدماتية. لو تطرقت لك في مثال بسيط من ناحية الخدماتية، الآن تقوم عمليات عن بعد، الدكتور في بلد والأجهزة في عملية جراحية في بلد آخر، وهذا حدث حصل هذا باستخدام التقنية. مثال بسيط، أنا الآن مثلا في الرياض، أنا عندي مثلا أبغى أصمم منتج، أنا على طول عن طريق التقنية أنا عندي مثلا التشاور مع المصمم في بلد معين، أسوي اختبارات لهذا المنتج في بلد معين، لما خلص من التصميم وأنا في مكاني في المكتب اللي أنا فيه، أرسل هذا التصميم أو المنتج الذي موجود فيه بشكل هندسي إلى الماكينة الفلانية في البلد الفلاني من غير أي تدخل بشري. ففي ضغطة زر تقوم الماكينة في البلد المعين بصناعة هذا المنتج. كل هذه باستخدام التقنية. التقنية راح تكون جزء أساسي في الحياة اليومية بلا منازع. نعم سلم سعد. شاكر لكم دكتور عبد الله خريف ودكتور عبد الله العكاس. انا بنهي اسئلتي اللي في هذا اللقاء، لكن الان ودنا ناخذ او نسمع اسئله الجمهور والحضور. اذا كان في اي استفسارات راح نخصص تقريبا قرابه العشر دقائق سيتم فيها المناقشه، اذا كان في اي استفسارات عن لقائنا لهذا اليوم. بالإمكان كتابة السؤال عن طريق الجهاز. متاحة الكتابة طبعاً لدى الجميع في المحادثة، بالإمكان الكتابة إذا كان هناك أي استفسار. هل هناك أسئلة للدكتور المتحدثين لهذا اليوم؟ يبدو لي أن ليس هناك أسئلة كافية أو أسئلة يعني لهذا اللقاء. تفضل عبد العزيز. نعم يمكن كتاب السؤال. لدينا سؤال لمؤية
يسأل أنه هل هناك أو كيف لا أن يطور مهاراته في استخدام التقنية؟ هل هناك مصادر موثوقة؟ بإمكان إجابة من خلال الدكتور عبد الله العكاد أو الدكتور عبد الله خريم. تسمح لي دكتور بجاوب عليه. طبعا أول أسلوب أو أول مكان لزيادة أو تطوير المهارات التقنية من خلال التقنية. فالميزة الحين أنه صار متاح كثير وبشكل كبير وكثير منها مجاني من خلال المواقع المعتمدة، مواقع الجامعات أو مواقع الجهات الرسمية ومواقع الهيئات المدنية، كثير منها في تتيح هذا التطور التقني أو التقدم التقني، ولقاءات زي اللي احنا نسويها اليوم، يعني مو شرط انه يكون في دور، في لقاءات برضو انه كيف تتعامل مع هذه الاحداث من خلال التقنية او استخدام التقنية في هذه الاحداث. هذا اللي عندي دكتور. ممتاز دكتور الخيفة، وممكن ننتقل اذا كان في اضافة وممكن ننتقل الى سؤال اخر. لا دكتور عبد الله فعلا تجاوب على السؤال بشكل ممتاز. نعم تمام، شاكر لك دكتور. ايضا عندنا سؤال، هل فعلا التقنية الان جزء لا يتجزأ من حياتنا؟ ولكن هناك جانب مظلم لم يتطابق له الحوار، وهو خلال خلينا نقول التقنية مكان العنصر البشري، واين ستذهب التقنية واين ستصل؟ هل فعلا سوف تخلف، يعني خلينا نقول قلبها ايضا، او تنتج بعض الامور او بعض الامور التحديدة في المستقبل؟ اعتقد سؤال مكون من عدة اجزاء كان مشاركة معكم او مع المتحدث. دكتور عبد الله عكاس او دكتور عبد الله خير. نعم اعتقد انه التقنيه، احنا اليوم فقط نتكلم على الجزء، حتى الاسئله، لان اتطرق اشوف الاسئله من جميع الحضور يتطرقون ما هو الجانب المظلم للتقنيه. نعم صحيح، هناك جميع المنتجات لها جوانب مظلمه، لكن الغالب هل الفائدة تعم أو يكون لها أكثر فاعلية من الجانب المظلم؟ هذا ما يهم. خلنا نتطرق، يكون حديثنا أعم وأشمل للإنسانية. التقنية الجزء لا يتجزأ ولا تستطيع أنك تستغني عنها في الوقت الحاضر، بل حتى في الوقت القادم. التقنية قد تصل مرحلة إلى محو، بل حدثت الآن محو إلى جميع تخصصات كثيرة في المحضلال داخل التقنية. التخصصات سوف تندثر في المستقبل القريب ليس بالبعيد، وذلك بسبب التقنية. ولكن الجانب الإيجابي فيها يكون فيها عملية تسارع المعلومات وإدارة المعلومات وتخزين المعلومات واتخاذ القرار الصحيح، الغالب فيه أسرع وأكثر توفير للوقت والمال. تستطيع أنك تستغني عن التقنية، وهذه حقيقة، هذه حقيقة لا تستطيع أن تناقش فيها. باختصار هذا تقريبا يمكن جواب سريع باختصار. بس إذا تسمح لي أنا ودي أضيف على هذه النقطة، وفيها إجابة لأكثر من سؤال هنا موجودين. أنا أتفق كثير مع الدكتور، الدكتور قال الكلام المثالي اللي هو أنه نحن مقبلين على التقنية ولا يمكن التراجع عنها. وفكرة الجانب المظلم للتقنية أنا ضدها. ليش؟ لأنه ممكن أني أنا اليوم أشيل وظيفة وأحط مكانها تقنية، لكن هذه التقنية راح تخلق لي 4 وظائف جديدة. فصحيح أني أنا شلت من السوق وظيفة، لكن أنا دخلت للسوق 4 وظائف. فعشان كذا مهم معرفة المستقبل، المستقبل ماذا يريد، وهذا يسوقنا لأشياء كثيرة زي التخصص، زي أشياء كثيرة. فمن الأسئلة هنا مثلا التحول الكامل التقني في المحاسبة،
التحول التقني للمحاسبة وارد جدا، وزي ما قلت هذا المو في المستقبل، لكن احنا نحتاج ان نتعرف ونتعلم اساسيات بعدين نبدا منها للمستقبل. النقطه برضو نسيتها بس ذكرني فيها احد الاسئله، اللي هي هذا سؤالين في واحد، الجانب المظلم للتقنيه والتقنيه كيف تفيدنا في الشفافيه او المحاسبه. فالحين هنا نقطتين جدا مهمة، أنا إذا استخدمت التقنية بترفع عندي مستوى الشفافية وبيرفع عندي مستوى الأداء وبيرفع عندي بيوقف المحسوبية وتوقف أشياء كثيرة. فهل أنا أوقف التقنية اللي راح يكون لها امتيازات كثيرة بسبب أنه ممكن يصير فيها أضرار وغير زي ما قلت أنا غير دقيقة، أنه التقنية جدا جدا ممتازه، كل شيء فيه جانب سايد افكت او جانب سلبي لكن يمكن تداركه. هذا اللي حبيت اضيفه. ايضا فعلا كانت اجابه واجاب الدكتور عبد الله العكاس على العديد من الاسئله. ودنا فقط ناخذ سؤال اخير من الاسئله المتاحه لدينا بحكم الوقت. الجميع عارف انه احنا ملزمين بوقت معين وتم اضافه بعض من الوقت، وايضا نريد يعني لا ناخذ الوقت الكثير لهذا اللقاء. سؤالي الاخير او السؤال الموجه من قبل الحضور عن كيفيه مواكبه التطورات ما بعد كورونا، وما هي اهم المهارات المطلوبه في سوق العمل. هذا تقريبا سؤال بامكان يعني اجابه عليه بناحيه خلينا نقول بحكم التخصص او بالمجال. نعم استاذ مساعد، اعتقد الان لا يخلو اي شخص بتخصص غير الكمبيوتر ان يكون لديه دوره على الاقل استخدام الاوفيس. مثال انا بسيط، هذا أصبحت جميع الأقسام لديها برامج خاصة فيها، قسم المالية، قسم المحاسبة، قسم الموارد البشرية، قسم الإنتاجية، قسم التصنيع والتصميم والإدارة. لجميع هذه الأقسام لها برامج خاصة فيها، بل حتى هناك برامج متكاملة تحتوي على جميع الأقسام، مثال شركة أوراكل، شركة ساب، لديها إطار إداري متكامل أي منشأة مهما كانت نوعية مجال هذه الشركة. فأصبحت التقنية إذا كنت المحاسبة لازم أعرف كيف، مثال يعني مثال بسيط استخدام الساب ولها شهادات، إذا كنت أنا مثلا في إدارة المشاريع لها أجهزة خاصة، أنا إذا كنت في المالية أو الإنتاجية لها أجهزة خاصة. فأعتقد أنه يجب أن يكون الشخص متطلب أن يكون كيفية يتعامل مع التقنية. تقريبا باختصار هذه الجواب أستاذ مساعد. شاكر لكم، وود للأمانة يعني نختم ب لهذا اللقاء في أود أن أشكر المتحدثين لهذا اللقاء، وأيضا كما أشكر القائمين على تنظيمه من وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة السعودية الإلكترونية، وأتمنى أن نكون ساهمنا في نشر الفائدة من خلال لقائنا هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يزيل عن بلادنا وسائر البلدان هذه الجائحة، وأن يتم عليكم الصحة والعافية ويحفظنا وإياكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.